Christmas Dollar. وهبت نفسها لخدمة الوطن، قهرت كل العقبات والصعوبات بجرأة وإرادة وتفان في العمل، أثبتت الذات بالتحاقها بسلك الشرطة. هي السيدة مسعودان خيرة، عميد أول للشرطة ومديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية بسحاولة ولاية الجزائر. كانت فكرة ولكن كانت تشجيع من الوالد الله يرحمه يعني دخول لمجال الشرطة. بدأ مشواري بعد إعلان سنة 1983 لتوظيف نساء في الشرطة. تقدم بطلب يعني تعديت يعني المسابقة بامتياز، وكان التحاقي بالمدرسة العليا للشرطة بشاتوناف. وبعد التخرج مباشرة عينت في الأمن الولائي، الأمن ولاية الجزائر، وبالضبط في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي تعتبر مدرسة بحد ذاتها في تكوين الإطارات. جهاز عرف عنه الصرامة والانضباط، والسيدة مسعودان كانت الأجدر بالاختيار. جديتها في العمل وكفاءتها رشحها خلال سنوات الثمانينات لتولي منصب رئيسة فرقة حماية الطفولة على مستوى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، لتكون أول إطار نسوي يعين في هذا المنصب في سلك الشرطة الجزائرية، لتتقلد بعدها عدة مناصب حساسة في الشرطة، منها رئيسة مكتب مركزي لحماية الطفولة على مستوى مديرية الشرطة القضائية في التسعينات، كما أسندت إليها مهام مثل مشاركتها في عدة لجان وزارية وندوات وطنية ودولية، وكذا الاختصاص في كل ما يرتبط بجنوح الأطفال والعنف ضد المرأة. لا فام كتعد فيولونتي البروميير افيش سي لو سيرفيس دو بوليس. كان يعني الحظ للتدريب والتكوين في الجزائر في مراكز متخصصة، وأيضا على المستوى الدولي أيضا تابعت تكوينات في حقوق الإنسان، وأيضا في كل وخاصة التخصص في التكفل بالأطفال، كل ما هو les nouvelles méthodes d'investigation sur les enfants victimes، وبالتالي خاصة مع جهاز الانتربول. كنت عضوة في عدة لجان على مستوى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، هذا من جهة. أيضا عملت كثير مع وزارة العدل، وخاصة مع المدرسة العليا للقضاء، وأيضا مع المديرية العامة لإدارة السجون، وبالتالي عملت يعني كل وزارات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة العمل، وبالتالي كل القطاعات تعاملت معها ضمن لجان متخصصة في حماية الطفولة ومكافحة العنف ضد الأطفال، وأيضا في مجال أيضا كيف مكافحة العنف ضد المرأة. درجة بروز يعني كما يقولوا كبير جدا، هي على مصلحة، عندما كانت على مصلحة جنوح الأحداث بالنسبة للقصر، وين يعني العمل تاعها جبار إلى يومنا هذا، هي مطلوبة يعني في كل وقت وفي كل حين لإعطاء مداخلات محاضرات أرقام كذلك في بعض الأحيان بالنسبة لجنوح الأحداث اللي هو حديث العصر اليوم. أما على المستوى الأخلاقي ف
كما يقولوا غنية للتعريف، إنسانة رقيقة جدا، يعني تستطيع أن تتعامل مع الجميع، يحترمها الكثير، يعني كل الناس يحترمها، وبالأخص يعني الموظفين اللي راهم تحت رئاستها. إنسانة منضبطة تحب الانضباط، هي أنا قدوة مثالية نتبعها في المعهد. من ناحية العملية أيضا هي إنسانة صارمة في العمل. أما إذا تكلمنا عن الجانب الشخصي فلدي ما أقول، باعتبار أنها إذا قلنا أنها أم فهي نعم الأم الحنونة، إذا قلنا أنها أخت هي الأخت الرزينة التي لا تبخل بتوصيتها لأولادها أو لإخوتها. إنسانة مثابرة، إنسانة طموحة، إنسانة لها يعني تقنيات في التسيير. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. بعد التجربة التي خاضتها منذ مدة، كانت ما قبل العشرية السوداء، أثناء العشرية السوداء، وبعد العشرية السوداء، مديرية المعهد الوطني للشرطة الجنائية لها ستدير رصيد مهني واسع تقريبا في كل المجالات. حصلت السيدة مسعودان على عدة جوائز وطنية ودولية نظير عملها المشرف بالشرطة الجزائرية. تكريم كان لي في الأردن في على إثر مشاركتي في مؤتمر حول الأسرة، وايضا تكريمي ايضا مؤخرا في ابو ظبي من يعني للنساء المميزات في الوطن العربي. عملها بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية يتطلب اليقظة والصرامة والالتزام، وهو ما ترتكز عليه السيدة مسعودان خلال تسييرها لمعهد يشرف على إعطاء دروس نظرية وتطبيقية في مجال استغلال مختلف الآثار والقرائن وتسيير مسرح الجريمة.
المعهد الوطني للشرطة منذ تأسيسها في 1999 ما فتئ أن يخرج يعني أن يتخرج منه مفتش الشرطة بنيلهم صفة ضابط الشرطة القضائية. هذا من جهة. أيضا في السنوات الأخيرة أصبح أيضا المعهد يكون محققي مسرح الجريمة وما أحوجنا لهذه المحققين، لأن الإجراءات الشرطية عمادها هو البحث العلمي، هو الدليل العلمي، وبالتالي مع تكوين هذه المحققين سيدعم الإجراءات الشرطية، وبالتالي نعطي لكل ذي حق حقه، وخاصة فيما يخص يعني سواء متورطين أو ضحايا مختلف أنواع الجريمة. يعمل أيضا المعهد في مجال الشراكة الدولية، وبالتالي هناك شرطة من بلدان شقيقة وصديقة يتكون في المعهد، مثل يعني الشرطة الإفريقية والشرطة العربية. مسرح الجريمة أو محفوظ. نحن أحيانا ندخل الآن. تعتبر مسرح الجريمة من أهم المرافق على مستوى المعهد، حيث يقوم الطلبة المتربصين بمزاولة النشاط التطبيقي بعد تلقي دروس نظرية في مجال استغلال مختلف الآثار وتسيير مسرح الجريمة، وهذا بالتطرق إلى إجراء عدة حصص تطبيقية ميدانية في عدة مجالات، نذكر منها اكتشاف جثة، جريمة القتل العمدي، ومختلف أنواع السرقة والحرائق. كما يقوم الطلبة الذين يزاولون تربص نيل صفة الضبطية القضائية بإجراء حصص تطبيقية، نذكر منها التفتيش والمعاينة وكذا اكتشاف الجثة. رغم طبيعة عملها الصعب الذي يفرض عليها التواجد يومياً في المكتب، إلا أنها تخصص العطلة الأسبوعية للتفرغ للمطالعة وغرس النباتات. منضبطة منظمة، يعني ما عنديش أتى إشكال وافق ما بين عائلتي وبين عملي. هي مسألة نظام ومسألة انضباط، وما مادام احنا يعني في سلك أمني ومنضبط، هذا الانضباط يعني ينطبق على في العائلة مع الأولاد مع المحيط العائلي ككل. العطلة الأسبوعية هي للراحة مع العائلة، للمة، يعني لزيارة العائلات، وأيضا ممارسة الرياضة. أهتم كثيرا أيضا بالنباتات سواء في المنزل وحتى في العمل، لأن المعهد كله فضاء يعني خضر يعني ونباتات، وبالتالي يساعدني جدا، يعني يعطيني راحة بال أيضا في أداء مهامي وعملي على وجه الأكمل. هي ليست بشاعرة ولا كاتبة، هو حب الوطن من جعلها تبدع في وصف الجزائر. أفتخر لما وصلت له الشرطة الجزائرية الآن، لأنها تعتبر خزان من التجارب، من الخبرات، من الكفاءات أيضا في كل ميادين، من أجل الوقاية ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها. أيضا الجزائر الآن يعني والشرطة الجزائرية تحت رعاية السيد اللواء المدير العام الوطني وصلت إلى مكانة، أين يعني الأولوية أعطيت إلى التكوين المتواصل وخاصة المتخصص. مهنتي تلهمني وحب الجزائر يهمني أكثر. أقول تحية لهن، هن الشهيدات، هن المجاهدات، هن الأمهات التي أنجبن نساء ورجالا يخدمون هذا الوطن. نحن في خدمة هذا الوطن، في خدمة الجزائر، نساء رجالا وشبابا، لتحيا الجزائر والمجد والخلود للشهداء الأبرار. تحية لكل أمهات وكل نساء الجزائريات، كل حرائر الجزائر. يا سادة ويا سيدات، ثورتنا جاءت خيرات، خدموها رجال ونسوان، جابوها وجابوا لنا. بقول جزائرية وشعور بالوطنية، صدموا حل القضية، كان شعارهم الانتصار، حرية وديمقراطية.
عباما ريحه نغسل الحوايج وكان غير نحتاج الحوايج بدلتهم. واش بيهم هاد الحوايج ملبس عليهم اما نظاف؟ شوف يا حبيبي هذا المكان ما يجي غير واحد من ثلاثه، الصياد ولا كاتب ولا مهموم. طلب لي في السلعه ومن على 15 يوم دراهمك يكونوا عندك. مستحيل، هذا سكري بروفيسيونيل ما نقدرش نعطي لك الادراس. البدرة مسلسل جزائري يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء في 10 ليلا على الجزائرية 3. أهلا بكم مشاهدين، أنتم محبي البحر وأوفياء التلفزيون الجزائري، مجلة إبحار دائما وفية لكم في موعدها من خلال تقديمها لمجموعة من المواضيع لنتمنى وتنال إعجابكم. هذه المواضيع دائما تتكلم على البحر عموما والساحل الجزائري خصوصا، ورايحين تعرفوا عليها مع بعض وأكيد لنا عودة. خرجات بحرية تقوم بها مجموعة من العائلات بميناء أسطورة بولاية سكيكدا. اكتشاف جمال الخالق في بعض لوحاته من خلال المغارات البحرية مع جمعية المنار للغوص البحري بمدينة مستغانم الساحلية. المقومات الاقتصادية والسياحية في المجال البحري لولاية مستغانم التي تؤهلها إلى ضمان مكانتها على المستوى الوطني. بداية مواضيعنا راح نتكلموا على الخرجات البحرية اللي تقوم بها مجموعة من العائلات على متن قوارب وسفن النزهة في ولاية سكيكدا لاكتشاف شمال شواطئ البحر والساحل السكيكدي. خليكم تتمتعوا وتكتشفوا أكثر من خلال هذا الروبورتاج اللي قام به الزميل سمير علوان وأكيد لينا عودة. سكيكدا أو روسيكادا مدينة ساحلية جزائرية تقع على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. ككل موسم اصطياف تعرف هذه المدينة إقبالا كبيرا للمصطافين من مختلف ربوع الوطن وخارجه للتمتع بمؤهلاتها السياحية المتنوعة التي تضمن الراحة والاستجمام والترفيه عبر شواطئها المتنوعة الممتدة إلى خارج أسطورة عبر هذا الكورنيش البحري. شونجمون يعني ما كانش يعني تعدت هنا خاصة أسطورة كانت من قبل ما مش كما أسطورة دوك هي تعدت شواطئها وحا نضاف الله يبارك. عقبنا اليوم يجورني لبس بها يعني مستوى رونو نجي لهنا لأسطورة جن نحب أسطورة من بكري لا كارير ميرامار وكما راكم تشوفوني دائما هنا في فاكونس هنا سكيدا سي بيان سيت اني يا اون اورغانيزاسيون فورميدابل بارابور لي زاني باسي. السياحة كاينة راك تشوف الدنيا كاع الناس كل تجي سياح الدور لهنا منظر شباب كاين مناظر تاريخية راك تشوف فيها فيها الأمن كاين كاع الصوالح له.
كما أن للمدينة ميناء للصيد والترفيه هو ميناء أسطورة الذي عرف هذه السنة نشاطا جديدا من أجل راحة الزوار والمصطفين. معالي فامي معالي جان كاين الناس اللي يحبوا يروحوا لسيريجينا ولا يروحوا لي بلاجي زولي وكاين اللي يحبوا اللي يديروا لي بالاد هنايا رانا تما نخدموا معاهم وكما يقولوا في اطار سياحه. التجربه العام تاع السنه درت التجربه تاع لو باتون هذا بليزونس درتها باش حوسوا لي فاملي من ديم لي بلاج كان دي بزاف لي بلاج هنا في سيكدا كانوا العوام اللي قدامهم ما كانوش دي باطو باش حوسوا باللي فامي والعام هذا درنا جربنا بهذا ويجاوا لكم معنا لي فامي نديروا دي بلاج كان ميرا.